قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن من أعظم النقم أن يمن الله على أحد بحال كرب ثم يوفقه أن يتضرع إلى الله ثم يجيب الله دعاءه فيكشف عنه ما سأل الله أن يكشفه ثم يكون منه بعد ذلك حال من العصيان أسوأ مما كان عليه. والله قال وقوله الحق فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المراد أن يقع يقينا في قلبك أن الله غني عن طاعتك وعن طاعة كل أحد. إذا وقر هذا في القلب يأتي مطلب آخر، أن تفرح أن الله يعينك على ذكره. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وعافاني في جسدي وأعانني على أن أذكره. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وعافاني في جسدي وأعانني على أن أذكره. فكثرة ذكر العبد لله مما يدل على قربه من الله. الله يقول فاذكروني أذكركم. ولما بعث الله كليمه موسى قال له أتاه النبوة وأتاه سؤله، فكان مما توسل به موسى إلى ربه أنه قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فذكر الله حياة السرائر وأنس الضمائر وأقوى الذخائر وأعظم زاد يلقى به العبد ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمراد من ذكر هذا كله بيان ما لله جل وعلا من عظيم الملكوت والجبروت، وقد جاء في الآية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا قلنا مرارا إنما يكون يوم يحشر العباد بين يدي ربهم، وهذا إجمال لما أخبر الله جل وعلا أنه يكون في الحشر.